اليوم حنحكي بالصحة وتحديداً عن حالة تسمى تناظر نفق الرسغ. على قد يمكن ما بيبين اسمها غامض عدي، لكن برأيك هي نادرة أو ما منشوفها؟ هلا هي اسم غامض، لكن للحقيقة ما في حدا يعني ممكن يا سمع حدا اضطر لجراحة ليوصل لعلاج من هذا الموضوع أو هو صار معه بحد ذاته هذا الموضوع. توضيحات أكثر لليوم رح نحصل عليها من الدكتور تامر الأمير تامر، اختصاصي بالجراحة العصبية. شرفتنا باستوديو دامسكو، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني البداية مثل ما حكينا هيك حنعرف العالم بتناظر نفق الرسغ، الاسم اللي بيحسوه هيك جاية من كوكب تاني ولكن هو على الكوكب وبينهم للحقيقة. طبعا هلا اول شيء خلينا نعرفهم شو يعني تنازر. تنازر هو كلمه عربيه تشير الى معنى واحد، هو مجموعه من الاعراض اللي بيشترك فيها مرض واحد يعني. فبالتالي هو هذا المرض من اسمه مبين بيوجد نفق او ما يسمى مثل ممر موجود بين عظام الرسغ بالايد، بمر فيه عصب مهم هو العصب الناصف اللي مسؤول عن تعصيب خاصة الأعصاب الثلاثة اللي هي الإبهام السبابي والخنصر. فنحن هدول هذا العصب بمروره بهي القناة أو هذا النفق اللي هو اسمه نفق الرسغ اللي بنسميه نحن نفق الرسغ، ممكن يتعرض لانضغاط، لأنه هو النفق مغطى بشو، بقيد أو برباط اسمه قيد القابضات. هو هذا القيد هون شغلة كتير مهمة لازم نعرفها، أنه هو له علاقة بتوازن حركة الإيد. لما بنعمل حركة الدوران هو اللي بيعطينا القوة والمتانة بحيث نقدر نوازن بين الحركة وما يصير فيه شد على أوتار عضلات أكثر من عضلات، يعني بيوزع الحركة وبيوزع الجهد. هاد مع الزمن ومع الاستخدام الشديد بيتضخم، فلما بيتضخم بيضغط العصب اللي مارق من تحته اللي هو اللي اسمه العصب الناصف. ولما بيضغطوا للعصب الناصف مثل ما حكينا بكثير حلقات قبل انه نحن اهم اسباب التهاب الاعصاب هو اسباب الميكانيكيه الانضغاطيه، هذا بيؤدي ليصير في اعتلال بالعصب الناصف وبيبلش يطلع عنا الاعراض الخاصه بتنازل نفق الرسغ. نعم، يعني كل ما يتعلق بهي الحاله هي اسماء ومصطلحات الى حد ما يعني علميه وموغله بعلميتها، لكن نروح لموضوع الاعراض. ممكن تكون خلينا نقول اوضح وابسط، فالاعراض اللي ممكن بحس فيها المريض مثل ما قلنا هي أعراض لها علاقة بالعصب نفسه، لأنه عم ينضغط العصب فبالتالي عم يصير فيه اعتلال وتظهر أعراض اعتلاله. أول شيء الأعراض الحسية اللي هي الألم، الخدر والتنميل، المريض بحس أنه في عنده خدر على مسير هالثلاث أصابع. بعدين بنتقل لمرحلة الثانية الألم. بالمراحل المتقدمة جدا ممكن نلاقي بلش يصير عنا ضعف بحركة العضلات، وممكن بحال الإهمال أنه يصير عنا ضمور بمنطقة العضلات، وأحيانا بتغير لون الجلد، بصير فيه تقرحات أو تجفاف بسبب أنه انصاب التغذية العصبية لهي المناطق اللي معصبة بالعصب الناصف. في أشخاص معرضين لهالحالة أكثر من أشخاص؟ طبعا إحنا مثل ما قلنا أنه هو له علاقة بحركة الإيد، فبنلاحظ أنه معظم الناس بتكون مهنتهم بتستوجب منهم استخدام حركات يدوية مع شدة، مثلا الحرفيين اللي بيشتغلوا كتير بإيدهم وخاصة بحركات المعصم. ولكن الأشيع بكتير هي ستات البيوت، لأنه هاي شغل يومي بالنسبة لهم، خاصة الطبخ أو الغسيل وحركة العصر المتكررة، هاي كتير بتأثر على هاي المنطقة، أو بنلاقي صار فيها حدوث ظهور أعراض بدرجات مختلفة. والأهم هو العامل الأنثوي، هو أنه في مشكلة هرمونات عنا بتؤدي لاحتباس سوائل عند معظم النساء مع موضوع الحمل. كتير من هاي الحالات تظهر أثناء الحمل وأحيانا بتروح بعدها. ليش بالحمل؟ لأنه بيصير في وزمة بالأطراف فبيزيد من انضغاط القيد، يعني ما بنضغط العصب بس بالقيد، لا بسماكة القيد بسبب الوزمة وبسبب وزمة الأنسجة المجاورة. يعني حكينا دكتور أن في أكثر من مرحلة بتمر فيها الحالة وخلينا نقول بنشوف فيها الأعراض. اليوم البعض ممكن يشوف أنه يلا أنا عامل حركة غلط يبدو بإيدي فهيك عم تجعني، يعني في نوع من الإهمال أو التبرير المو صح ومو علمي ومو منطقي. قديش ممكن يعمل لنا مشاكل وإهمال هي الحالة؟ لا الحقيقة لك هاي موضوع انه تحركت حركة او واحد اخذ برد او واحد اخذ ضرب على المنطقة مختلفة. هاي موجودة طبعا نحن، وهي الاشياء اكثر بكثير انه يكون موضوع بس تنازل نفق رسغ. هلا الموضوع هون انه بيكون في صورة سريرية مختلفة، مو بس الم،
يعني بتلاقي مثلا مريضه، خاصه حنقول مريضه لانه هي الاشياء، انه بتلاقي حالها انه ايدها عم تمسك فيها شغله عم تجلي توقع منها من دون ما تحس. هون نحن لازم يكون في اشاره خطر. بتفيق الصبح بتحس انه ايدها مو منها، بتحسها ايدها كانها منفوخه مع انه هي مو منفوخه، وفيها مخدره ومنمله وما عم تقدر تتحكم فيها منيح، بتضل رافعتها شوي وعم بتهزها شوي، يعني عم تحركها شوي، هي لبين ما ترجع حركات عفويه، ترجع تحس بالايد ويرجع العصب شوي يتحرر. طبعا هون السؤال دائم انه كثير ناس بتسالنا انه ليش اول ما بنفيق من النوم، ليش دائما بعد النوم هو اللي بيصير؟ الى تبرير علمي طبعا. هاي الاعراض هي اكثر سيطره من موضوع انه والله نحن عندنا وجع بحركه الايد فقط، او وجع بدون حركه بس وجع بالايد. هذيك بيكون في لها اسباب ثانيه طبعا، ولكن بتنازل نفق الرسغ الاعراض الاشد هي الخدر والتنميل اللي بيكون على مسير هذا العصب. بيترافق مع رجفه دكتور؟ ممكن تلاقي انه ايد المريض اذا عم يمسك الشيء عم ترجف، او لا نحن هون رحنا لحاله ثانيه؟ لا هون عم نحكي على شيء ثاني، لانه الرجفه لها علاقه باصابه الجهاز العصبي المركزي اذا في اصابه، او بطبيعه الجهاز العصبي المركزي. اما الالم ممكن يعمل رجفه بالحالات الالام الشديده، ولكن الرجفه عند الاستخدام الطرف هي لها علاقه بالعصبون المحرك العلوي، او اللي نحن بنسميه الجهاز العصبي المركزي، النخاع الشوكي والدماغ. نعم. هلا بالنسبه للعلاج دكتور، نحن عم نحكي عن علاج او تدخل جراحي، لكن هل يسبق هذا الموضوع محاوله ثانيه بعيده عن الجراح؟ لا طبعا، حسب درجه الاصابه. والحقيقه العلاج الجراحي هو فقط للاصابات الشديده المهمله وليس لكل الإصابات، يعني احنا عم نحكي 90% من الحالات ممكن تتعالج بشكل محافظ. والعلاج اللي بشكل محافظ بيعتمد على انه نعكس الآلية، يعني احنا شو اللي وصلنا لهون بنحاول نعكسه. شلون من اول شيء بنعمله؟ اول شيء بنثبت حركة الإيد لنمنع الحركة بين العظام الرسغ والرباط نفسه، بحيث نعطيه وقت لحتى تخف الوزمة او التورم اللي صاير فيه وضاغط العصب فيه، مع اعطاء مضادات التهاب لا ستيرويديه او مضادات اللي بتخفف الوزمه من اليتها، بتخفف عمليه الالتهاب الميكانيكي اللي صاير هون، بتخفف الانضغاط على العصب. مع بعض الحالات ممكن نستخدم الفيتامينات لدعم العصب. هلا بمعظم الحالات تستجيب، خاصه اذا كانت درجه الانضغاط خفيفه او متوسطه ممكن تستجيب. بالحالات الشديده ممكن نلجا حتى لحقن الكورتيزون بمنطقة فوق. طبعا الناس تفكر انه نحن نحقن بالعصب، طبعا ما له علاقة العصب، دائما نحن العصب هو الضحية اللي نحن بدنا ننقذه من الانضغاط اللي صاير عليه. حقن الكورتيزون بيصير بالأنسجة اللي حوالين العصب فقط لتخفيف الآلية الوزمية أو الآلية الميكانيكية الضغط على العصب. هون نحن إذا ما ومع تثبيت الإيد بنحط مشد ثابت وليس رباط ضاغط، مشد ثابت مشان نمنع الحركة من الإيد. ممكن بكثير من الحالات لحتى 90% من الحالات أنها تتحسن. الحالات الشديدة الجراحية هون ممكن بيكون الاستطباب فقط جراحي، والهدف هو إنقاذ العصب. دكتور قبل ما نحكي أكثر عن تفاصيل الجراحة، بالنسبة للتشخيص أو حتى مراقبة الحالة إذا كان هي حتستجيب على العلاج يعني المحافظ، كيف بيتم؟ الحقيقة التشخيص الأساسي بعد ما يكون تشخيص سريري والشك بأنه هاي نحن عم نواجه انضغاط عصب ناصف، هو تخطيط الأعصاب الكهربائي اللي هو بيرسم لي مدى الإصابة وشدتها ومدى تأثر العصب بسوء وظيفته اللي بيرسمها المخطط التخطيط الكهربائي. بالنسبة للتقنيات الجراحية، نرجع هيك لموضوع العلاج، هل هناك تقنيات مختلفة حسب الحالات حسب طبيعتها؟ شو هي الطريقة؟ الحقيقة يعني التقنية بالأساس، ونحن دائما هون بنشرحه للمريض كثير، أنه نحن الهدف الأساسي من الجراحة هو تحرير العصب. لأنه نحن كثير عندنا ثقافة أنه أي علاج طبي أو جراحي الهدف منه استعادة الإنسان كما كان، وهذا الحقيقة ما هو موجود يعني بهذا الموضوع العملية اللي نحن عم نحكي عنه. الهدف هو فقط قص قيد القابضات أو قص هذا الرباط اللي بيغطي هاي المنطقة، بحيث أنه يتحرر العصب اللي تحته وما يضل مضغوط بالقيد المتضخم يعني أو بالرباط المتضخم. فبالتالي هون الجراحة عم نضحي نحن بهذا الرباط، الهدف منه إنقاذ العنصر الأهم والنبيل اللي هو العصب الناصف، وليس
هون لازم ندقق، وليس من مهمة الجراحة إنه تعالج التهاب المفاصل أو التهاب الأربطة اللي موجود واللي أدى لحدوث هاي الوزمة والانضغاط. هاي بده يعالجها المريض بشكل مستقل. نحن هنا فقط هدف الإنقاذ القيد. طبعا في عدة طرق، في عدة طرق جراحية ممكن تكون بالتنظير، ممكن تكون بالجراحة اللي بنسميها مينيمال انفيزيف أو التداخل الأصغري بجرح صغير لا يتجاوز الواحد سنتي، وممكن يكون بالحالات الثانية جرح على كامل قيد القابضات وأنه ينقص القيد من أوله لآخره، تعود لخبرة الجراح وطريقته بالمتعود عليها أثناء الجراحة. تمام دكتور، قلت نقطة كتير مهمة إنه الشخص ما بيرجع للحالة الطبيعية مثل أي حدا طبيعي ما عنده كان انضغاط بهذا العصب، أو أنا فهمت عليك غلط، أو ممكن يرجع ينكس مثلا مع الوقت؟ طيب أنا رح أجاوبك على النمطين، لأنه هذا السؤال له نمطين، له طريقتين للفهم. هلأ ما بيرجع، أنا اللي قصدت فيه إنه نحن الإيد قصينا فيها رباط مهم أوكي لحتى نحرر العصب. تمام. هلا هون في شغلتين لازم نعرفه، انه العصب على الانضغاط المديد قد يكون ادى الى حدوث اعتلال بالعضلات او ضعف او ضمور بالعضلات، او هو نفسه صار فيه اذيه شديده. بعد ما نحرره نحن مثل اي بني ادم مثلا محطوط تحت كومه من الانقاض، نحن عم نشيل الانقاض. هذا لا يعني انه البني ادم يكون عايش او يكون حتى وضعه الصحي جيد. نحن هون عم ننقذه، عم نحاول ننقذ ما يمكن، ونفس الشيء بالنسبة للعصب، عم نحاول ننقذ ما يمكن. فإجابة إذا بدنا نفهم الطريقة إنه العصب بيرجع لوضعه الطبيعي، إيه ممكن في كثير من الحالات، بس نحن إذا متأخرين لا، بيضل فيه نسبة من الاعتلال، ويضل المريض عم يحس بإنه إيده عم تضمر، ويضل المريض إذا بيحس إنه في شوية خدر وتنميل أو آلام. ليش؟ لأنه صار الاعتلال بالعصب نفسه، يعني خلص صار المرض ذا آلية متقدمة أو متطورة ومترقية بالرغم من أنه تحرر من الضغط، وهي بحالات الإهمال الشديد. إذا بدنا نفهم السؤال الثاني واللي أنا قصدته، أنه نحن بعد ما نعمل العملية هل بترجع الإيد مثل ما هي وبدنا نرجع نستخدمها مثل ما كنا نستخدمها ولنفس طريقة الحياة ولايف ستايل اللي كنا عايشين فيه؟ قطعا لا، لأنه هون الجواب قطعا لا، ما له علاقة بالوقت. هون نحن من يعني آلية العمل الجراحي إنه نحن عم نقص رباط له علاقة بتوازن حركة الإيد. كثير من ستات البيوت بيقولوا لي إيه نحن عملنا العملية ورجعنا نشتغل. طبعاً رجعنا نشتغل، وممكن ترجع تشتغل ست البيت بإيدها، بس هذا أدى لحدوث ضغط على المفاصل والأربطة البقيانة، بالتالي هي بعدين رح تحس بآلام بهي المنطقة إذا ما اهتمت بإيدها. فنحن دائما بعد ما نعمل هاي العملية بنقول لهم أول شيء تمرينات رياضية لعضلات الإيد، ونتجنب الحركات اللي فيها دوران مشان ما نشد على بقية الأربطة ويصير فيها تمزقات مجهرية ما بتحس فيها ست المنزل فورا، بتحس فيها بعدين بعد سنتين ثلاثة، بتبلش يصير في عندها آلام مزمنة بالإيد، وبتبلش تقول إنه والله ملتهبة أعصابي. لا، هي مو ملتهبة أعصابنا، هي الأربطة والأوتار اللي موجودة هون تعرضت لسوء استخدام من ست البيت. حتى العصب ممكن يرجع يتقيد، خلينا نقول نرجع يلزم نحرره أو لا خلص؟ طبعاً لا، ما رح يرجع يصير في قيد قابضات، بس في حالات نادرة إنه نحن بيصير في عنا هون ندبة، يعني مثل ما بيصير في ندبة على الجلد لما بنشوفها نحن، ممكن يكون في ندبة بالأنسجة اللي فوق العصب وتضغط هاي الندبة. هاي حالات نادرة، هون ممكن نضطر نرجع نعمل عمل جراحي، بس آلية هذا العمل الجراحي مختلفة عن عملية انضغاطه بالعصب بالقيد. أخيرا يعني دكتور، هلأ وجهت نصيحة للناس يلي ما بعد إجراء العمل الجراحي، وشو هي التوصيات؟ لكن خلينا نقول اليوم بطبيعة الحال بالنسبة للسيدات تحديدا أو لعموم الناس، شو هي النصائح للوقاية من الإصابة من هيك قصص، خاصة اللي هن ملزمين بتحريك إيدهم بسبب حرفتهم، بسبب كست بيت مثلا العمل الدائم، هي تريحها، هي تقوم برياضات معينة، شو هي النصائح؟ لأن حقيقة أنا دائما حتى بالعيادات أو حتى بالطلاب الطب نعلمهم شغلة، انه نحن الجسم الانسان مثل اي شيء بتملكه، هذا الجسم بحاجه لرعايه واهتمام، وهي الرعايه والاهتمام جزء منها انه ننسق الجهد اللي بنستخدمه. يعني بالاضافه لانه انا بدي استخدم شغله مفروض
عمل لها الصيانة اللازمة، وجسمنا رب العالمين منحه ميزة فريدة في الكون إنه هو قادر على صيانة نفسه، بشرط إنه نأهب له الظروف المناسبة. واحد، مفروض الرياضة تكون دائما جزء من حياتنا لحتى نحافظ على صحة النسيج العضلي الهيكلي. اثنين، نحاول نبعد عن الظروف وسوء الاستخدام اللي بنستخدمه خاصة في البيت. دائما الإيد مثلا عم تتعرض لماء بارد بالجلي أو استخدام الأعمال اليدوية المزمنة وتعريضها لضغط مباشر على أنه والله أي يلا بنخلص هذا الشغل وبعدين بريح. بنكون نحن عدينا اللي بسموه الحد اللي قابل للصيانة لأزياد دائمة. فأنا دائما نصيحتي أنه ما في جزء كبير من هاي الأمراض اللي لها علاقة بالأوتار والعضلات هو سوء استخدام مننا لهي الأعضاء والأطراف اللي عم نستخدمها، خاصة الأطراف المحيطية اللي هي اليدين والرجلين. كل ما كنا مثل ما بيقولوا حكيمين باستخدام هاي الأطراف وعرفنا وقت انه بيعطينا الجسم علامه انه نحن هلا في تعب او في الم خفيف نريح ايدنا، نعطيها فرصه لانه تعمل الصيانه اللازمه او ترميم الانسجه الداخلي اللازم، هذاك الوقت بنحافظ على مدى اكبر من الصحه بدون الام. الى الشكر لك دكتور تامر الامير، تامر الاختصاصي بالجراحه العصبيه على كل هاي المعلومات، يا اهلا فيك. شكرا جزيلا.